ياسمين صبري، انا اضافة لاي راجل ساتزوجه لاني شخصية نادرة. نعم يا اختي. ادي طالعة بقى تدلل على نفسها، قالت لك اصل انا بقى عندي ازمة، مفيش شوجر دادي راضي يتقدم لي خالص بقى لي 3 سنين. اصل البلد اساسا فيها ازمة شوجر، محدش لاقي كاس السكر، فما بدهاش بقى يا بت تطلعي تدللي على نفسك، يمكن تلعلطي في عينين ساويرس يتهف يجي يخطبك. بس احنا بس الاول عايزين نتاكد هو ده كلام حقيقي ولا دي تصريحات مفبركة، يعني ده بصوتها. انا كياني يضيف لاي راجل انا معاه. لا واثقة من نفسيها مش انا طبعا اضافة زي اضافة كريستيانو لنادي النصر. ليه؟ لان انا كنت استخدام مين؟ استخدام هشو. انا تروح تشتري عربية تقول مثلا دي استخدام رجل اعمال، انت برضو هتقول لهم مصنع الجيلي اللي جنبي ده افتتاح ابو هشيمة. اي نعم هو من بره جيلي ومن جوه بلوزة مش فاهم حاجة، بس هو منظر برضو. سمعة، اسلوب، طريقة. ما خلاص يا اختي، وانت طالعة تبيعي نفسك وتكملي صورتك، انت شوية شوية ترمي المايك وتقفي في نص الاستوديو وتقولي كده. انا حلوة وفاهمة وبيضة. بقولك ايه يا ياسمين، انا مقدر جدا انك محروقة على 8 كورس التنمية البشرية اللي انت خدتيه وطلع بلح، فبتحاولي كل ما تطلعي في برنامج تقولي كلمتين من اللي حفظهم لك عشان يعني تحسي انك محللة تمن الفلوس. بس الكلام ده يا حبيبتي ما يخشش علينا احنا، احنا عارفين كويس انت ايه وانت كمان عارفة. غبية بس مش عدم وجود اخطاء. مين دي اللي ما عندهاش اخطاء؟ انت اذا كان انت اساسا وجودك في مجال التمثيل خطأ، خطأ في حق الجمهور وخطأ في حق التمثيل وخطأ في حق نفسك. ايه ياسو، انت اساسا مش عارفة تمثلي علينا دور عميقة في البرامج، هتعرفي تمثلي دور مكتوب لك في مسلسل بلا وجسة. وسعي بقى يا حبيبتي، وانت كمان وسعي، خدي لك جنب، يلا خدوا جنبكوا اختكوا الوظ. انت اضافة لأي راجل دي حقيقة. ايوه بقى، ما انا بقول لك انا مفيش مني ومن جمالي اتنين، ومختلفة عن كل الستات، كلهم سايلنت وانا اللي بجرز، كلهم عادي وانا الفرس. وسع لي بقى كده يا واد وانزل لي بأكبر تحية. انا هوس. اهي الكريمة دي تبقى انا. لأني ست متحفظة في لبسي. انت متحفظة في لبسك؟ يعني احنا في رمضان، فانا طبعا مش هقدر اعرض صوريك في الجيم، الفخده المفشوخه والصدره المفتوحه والسكواده المجنونه، يعني ممكن تبقى انت يا ياسمين متحفظه بالنسبه للوسط الفني، الوسط الفني ده اصلا عباره عن قعر كاس فودكا، لكن بالنسبه للبنات والستات اللي في الشارع لا يا حبيبتي ده مش تحفظ، دي بس نقطه لازم نوضحها. الراجل الشرقي يعشق حاجه زي كده. لا 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 فكك بقى فكك، ما اصل الراجل بيقدر الست المستقله والست اللي عندها كيان، ده كل ده كلام كسكسي وحمصي، الراجل الشرقي بيقدر المهلبيه بالذات لو من تحت الجلابية. اختي يتحول لفصيلة الذئاب الجبلية، ياخدك في سنانه ويجري بيك عشان يأزأزك لوحدك. يعني انت عايز تقنعيني ان الرجالة بيتجوزوكي عشان بيحبوا التحفظ؟ يعني ابو هشيمة كان بيدور على واحدة متحفظة فعلا، عشان كده اتجوزك واتجوز قبلك هيفا. شهاب يا بت، ودي حاجة نادرة. اكيد الست المتحفظة نادرة، زمن التندر اللي احنا فيه ده، عشان كده المفروض ان سعرها بيبقى غالي ومش بنشوفها في اي حتة. اصل والله احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا، اهو ده الزمن اللي الشاعر قال عليه، وللتيك توك صدور وفخاذ خلت كل الشباب تعبوا وعازوا، ومدام رانيا في الاباحة استاذ، وفنانات ولعوا للواحد بوتاجازو. قلة زهوري ايه؟ اذا كانت لسه طالعة من قريب مع عمرو اديب برضو وهبتي في نفس الكلام، يبقى نشيل النقطة بقى اليا، بلا قلة زهوري خليها قلة طهوري. مش هتلاقيني في افتر بارتي. يا سلام، هي دي مواصفات البنت المتحفظة، ما بتروحش الافتر بارتي وترفع شعار انا في بيتنا هفتر ومش رايحة الافتر. يا اخويا انا اهلي ربوني ما تروحيش الافتر بارتي، اصل قالوا لي الهانج اوفر في الصغر كان نقش على الحجر، فامي قالت لي لا تروحي يا بت البارتي، حتى برضه بيبقى في بودي جاردات لو سكرتي تلاقي حد يشيلك. اعتقد ياسمين بجد بقى دلوقتي بقى مطلب شعبي. انت لازم تعترفي انك هبله. زي ما انا في قمه انوثتي. يعني زي ما انا فرسه. قوليها. احب جدا الراجل يبقى في قمه ذكورته. الراجل في قمه ذكورته يعني يبقى سحلبه كتير وتقيل كده. يعني يبقى حاجه كده زي استاذ تامر حبيب. يعني ايه بقى الراجل تبقى في قمه ذكورته وهي في قمه انوثتها؟ يعني ليل نهار هو يستذكر عليها وهي تتنسون عليه. خد هنا يا بت، عينيا يا معلم، فين الشاي يا بت، حمامه يا معلم. يا مثبت العقل وتيه. الرجل هو البروفايدر. يا ساتر يا رب، الراجل هو البروفايزر ده، مش ده اللي بيجي في الصدر بيعمل تورم؟ لا يا حبيبتي يبقى استأصليه على طول، طلقيه. ما عندكيش مشكله في انك تبقي ام وزوجه؟ طبعا. ايوه طبعا، وانا لاقيه بقول لك في ازمه شوجر دادي، فحتى
حتى والله كنت حاطة عيني على تركي، بس امال بنت اللذينة ايه عرفت ترجعه تاني، راحت لشيخة من بتوع قلب الشوال جلبته وجلبته. فما قدامي بقول لك يا استاذ عمرو ما تتجوزني انت، ما انت برضو تعتبر شوجر دادي، وهخليك بقى تدوق وتشوف من بعد جوازك من ثمرة الخرشوف، هعرفك يعني ايه نسوان. شوكي طلع رئيس جمهورية، اجيب ولد يطلع رئيس جمهورية. يا نهار اسود، هو انت عايزة رئيس الجمهورية الجاي بتاع مصر يكون ابنك؟ حرفيا هتبقى جمهورية الموز. من أسرة متوسطة في مدارس حكومة، يا بقى على التمثيل والاشتغالات، عايزة تعيش لنا في دور انها من طبقة متوسطة وكافحة، هو يعني عشان جورجينا قصة حياتها فيها كفاح وكانت فقيرة واختانت فتنقشي القصة منها وتألفيها؟ يا عيتي بتقلديها في شكلها وبتقلديها في لبسها، كمان بتقلديها في شخصيتها، هي ياسمين صبري وجورجينا. طب ايه رايك بقى ان احنا هنكبسك ونعرض لك رد ابوكي على جمله انا من طبقه متوسطه؟ بناتي كانوا في مدرسه اي جي سي بتاعه الطبقه المتوسطه. لا احنا في طبقه متوسطه احنا ما نعرفش اي جي سي، احنا نعرف اي جي بيست الطبقه المتوسطه وانت نازل، لكن اي جي سي دي من اسمها كده شكلها بتدفع مصاريفها بالكريدت كارد، وده مش مع الطبقه المتوسطه. مربيتهم فلبينيه بتاعه الطبقه المتوسطه. ايه ده، هي الطبقه المتوسطه بيتربوا على ايد فلبينيه؟ امال احنا اللي اتربينا على شبشب امي وخالتي نبقى طبقه ايه؟ طبق الدهون وسخف والاطباق كانوا مش بيربونا، دول كانوا بيزيلونا. كنت بفسحهم دايما في اليخت الصغير بتاعي بتاع الطبقه المتوسطه، هو كمان جايب لهم يخت. الله يرحمك يابا، ساعه ما جبت لي عوامه قعدت 6 شهور تقصط فيها. احيانا يطلع عيل من عيالك براوي وناكر الجميل. اه شكله ياسمين بيتكلم عنك. طبعا انت مش هتفهمي الكلام ده لان الاي كيو على قد، تقول لك الله طب ما هو بياكد كلامي، هو بيقول ان انا من طبقه متوسطه وبيتكلم كانه بيمثل فيلم. والله العظيم انت كانه صفطه، طب بتعرف تمثل ويا سلام ما لهاش فيها. طلع في المسلسل الجديد شغاله نجاره ومع ذلك وشها وشعرها وهدومها كلها ما عليهاش نقطه خشب، اصل دهنينها تيفال قبل ما تدخل بتزحلق الخشب. وكنا سعداء في الطبقه المتوسطه. يا عم بلاش استفزاز بقى، طبقه متوسطه بيخت والفلبينيه، انتوا الطبقه المتوسطه في البوريو اللي هي الكريمه اللي بين البسكوته دي والبسكوته دي، ليه احنا بقى في الطبقه المتوسطه بين الحاسكو؟ لانك مفيش مقضيها تهتيش. ياسمين صبري واضح جدا ان انت من جواكي فاضيه وعارفه انك فاضيه، فبتحاولي تبيني للناس انك مش فاضيه. البني ادم العميق ما بيقعدش يقول كلمتين حافظهم من كتاب، على كلمتين واخدهم من كورس تنميه بشريه، على كلمتين شاففهم من بوست على الفيسبوك عشان يبان انه عميق ويضحك على الناس الغلابه اللي بيخش عليهم البق ده. ياسمين العميق هو بيتكلم بطريقه بسيطه جدا ومحترمه جدا، وانت وهو بيتكلم تعرف تقول الحد ده قاري وداري، حتى عماله تالف وتقول انا من طبقه متوسطه علشان هي عارفه ان هي كانت بنت جميله ومعاها فلوس وتحقق لها كل حاجه وطلعت معتمده على جمالها ومش بعيد تبقى اتزقت بواسطه، واساسا سبب شغلها وشهرتها الكبيره في الاخيره ابو هشيمه، فهي مش هينفع تقول الكلام ده كله، فلازم نالف قصه عشان نعيش ونتقمص دور جورجينا. انا ما عنديش مشكله ان انت تحب ياسمين صبري او انت تتفرجي عليها كانثى جميله كواحده بتضحكك تمام، بس ما تقوليش الله دي كلامها حلو انا عايزه تبقى دي قدوتي وتقدسيها، لان دي مش قدوه. لو انت عايزه تبقي زي ياسمين صبري تبقى انت عايزه تبقي ست فارغه فاضيه ما فيهاش غير شكل بس. انا شخصيا مش ضدها، بس ضد انها تعيش علينا دور القدوة، لان لو دي قدوة المجتمع يبقى المجتمع ده خلاص اتدفن جوه الخراطات. اصل احنا في موضوع القدوة ده برضو عندنا مشكلة كانت حاصلة من قريب على اليوتيوب بخصوص واحد يوتيوبر اسمه ممدوح نصر اللي هو الدوك، بس يعني دي مش هنتكلم عنها دلوقتي، يمكن انزل عنها فيديو بالليل، لان في كلمتين عايز اقولها وانا عارف ان مش كلكم متابعين الترند ده. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مرة تشوفنا، ولو انت من عتاولة اللي متابعينا من قبل كده خليك فعلا عميق وساعد من يقع في الضيق، وبدل العمق اللي انت تحاول تعمله اليومين دول في شهر رمضان تساعد الناس اللي عندهم مشكلة، الناس اللي في حصار نحاول ندعي لهم نديهم فلوس، حد مش لاقي ياكل مش لاقي يفطر مش لاقي يتسحر، الكلام ده كله، ونستغل الشهر الكريم. بعد اذنك لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش واللي مش عجبك عندك اقتراح ابعته، ونزق ونفعل الجرس عشان توصلنا الفيديوهات الجديده، وتوصلنا برضو الكلمه اللي بختم بيها كلمه ايه؟ غوره.